يا جماعة دي أفضل وأحسن وأحلى ساعة رملية ممكن تشوف حياتك كلها. الساعة دي ساحرة، بتشكل لك الرمل على شكل جبال كده وأنهار وحاجات وحوارات، بصوا جامدة، تفضل سرحان فيها طول ما الرمل بيفضل نازل. فقعدت أدور عليها جدا لحد ما لقيتها. استنوا بس كده، إيه تصفى بس كده الأول عشان لسه في شوائب كده منها. كده بدأت تصفى سيكة لسه، بس تمام يعني. المفروض بقى أول ما هي تبقى كده وتلاقي الفقاعات اللي فوق دي كده بتاعت المية، في جدا فوق كده فقاعات، هتقلبها بطريقة معينة، هتقلبها كده وتسيبها. هتنزل لك بقى بالراحه جدا بطريقه هاديه جدا. شايفين يا جدعان الجمال جامده قوي. خد بقى انت مش هتحركها، عشان كل ما بتحركها كل ما الرمل بيفضل ينزل بسرعه. هي بتفضل بقى تنزل بقى كده بالراحه جدا جدا. اوه شكلها جامد قوي، استنى اوريها لك. لها جامد قوي، بصوا بصوا اصلا الرمل فوق عامل ازاي وبينزل تحت عامل ازاي. ده كده بقى ايه، سرسوب الرمل اللي بينزل، عامله شكله خرافه جدا. حاسس ان انا سرحان فيها والله. بتنزل سرسوب صغير جدا او 3 4 سلاسيب فقط. شكل الرمل حلو قوي. هيفوت كمان في اصلا منها اشكال كتيره جامده.